ينضم إلينا مراسل شبكة شام محمد الخليف. محمد، بداية حبذا لو وضعتنا في صورة آخر التطورات في دير الزور وريفها. يعني بالفعل حقيقة الأحداث والمعارك الطاحنة التي تدور في محيط مطار دير الزور العسكري منذ ساعات الفجر الأولى، حيث تحاول قوات النظام التقدم باتجاه القطاعات التي يرابط بها الثوار، وبالأخص من الجهة الجنوبية الشرقية أو كما متعارف عليها القطاع الدولي في مطار دير الزور العسكري، حيث قامت قوات الأسد بالالتفاف على المجاهدين بالقطاع الدولي، والآن المعارك على أشدها. يعني يشهد هذا القطاع أعنف الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في هذا القطاع، ترافق ذلك مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة، راجمات الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، يستهدف المنطقة المحيطة بالمطار والقرى والبلدات المجاورة للمطار، وبالأخص قرية المراعية، هذه البلدة المنكوبة التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف وممنهج من قبل قوات الأسد المتمركز داخل المطار، مما سبب دمار واسع في البنية التحتية ونزوح أغلب قاطني هذه البلدة إلى البلدات والقرى المجاورة. أيضا ترافق هذا القصف مع تحليق مكثف للطيران الأسدي، وشن كما ذكرت 6 غارات جوية استهدفت محيط مطار دير الزور العسكري بالرشاشات الثقيلة. يعني 6 غارات كان إلى هذه اللحظة في محيط مطار دير الزور العسكري، تم توثيق 2 شهيدين من الثوار وعدد من الجرحى. أيضا يعني إلى هذه اللحظة أستطيع أن أختصر لك مع المعارك الدائرة فيهم، هي معارك كر وفر بين الثوار، وإلى الآن لم تنتهي اشتباكات عنيفة على كافة القطاعات وتصعيد عسكري من قبل قوات النظام في محاولة استعادة ما خسره خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا لو تطرقنا إلى مدينة دير الزور، يعني لا تختلف محمد كثيرا عن حال مطار. لو سمحت لي قبل أن ننتقل إلى دير الزور، ما هي الاحتمالات التي تواجهها الكتائب على جبهة مطار دير الزور العسكري وسط هذا التصعيد؟ طبعا الاحتمالات التي تواجهها الكتائب هناك هو أن قوات النظام اليوم ومنذ أكثر من عام لم تحاول التقدم باتجاه القرى أو البلدات المجاورة لمطار دير الزور العسكري، وهذا ما سبب ارتباك لدى الثوار وإطلاق نداء استغاثة للكتائب الموجودة في ريف دير الزور أو في المدينة، تصعيد كافة الجبهات أو إرسال مقاتلين إلى محيط مطار دير الزور العسكري، ولكن إلى الآن الثوار تمكنوا من صدهم وإلحاق خسائر فادحة بهم ولم يتمكنوا من التقدم. إلى الآن المعارك كما ذكرت ما تزال تدور هناك في محيط المطار. أيضا الثوار قاموا باستهداف المطار بالمدفعية الثقيلة الميدانية عيار 130 وقصف بقذائف الهاون، استهدف كتيبة الصواريخ هذه أيضا متاخمة للمطار العسكري من الجهة الجنوبية في محاولة منهم التخفيف عن الجبهات الأخرى التي تشهد تصعيد عسكري من قبل قوات النظام. لو أتحت لي المجال وتكلمنا عن دير الزور، يعني تفضل. حال المدينة أيضا لا يختلف كثيرا عن حال المطار، يعني منذ الصباح الباكر بدأ مسلسل القصف اليومي على أحياء المدينة المحررة والواقع تحت السيطرة الحر بشتى الأسلحة الثقيلة براجمات الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية، استهدف القصف أحياء الحويقة والرشدية والصناعة والرصافة. يعني سبب هذا القصف دمار يعني واحتراق العديد من المنازل وإصابة عدد من المدنيين، يعني في محاولة من النظام أن ينتقم من هذه الأحياء التي تخضع لسيطرة الحر. أيضا يعني ترافق هذا القصف مع تحليق لطيران الحربي واشتباكات عنيفة على عدة جبهات من المدينة، ولا سيما جبهة حي الصناعة والرصافة، هاتين الجبهتين تشهدان تصعيد عسكري من قوات الجيش الحر في محاولة منهم السيطرة على هذه الأحياء بسبب وقوعهم الاستراتيجي وقربها من الجبل المطل على أحياء المدينة والذي تسيطر عليه قوات النظام. نعم، مراسل شبكة شام محمد الخليف كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك.